الرئيس السيسي يعقد قمة ثلاثية مع عاهلي البحرين والأردن بشرم الشيخ، ويؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون البناء بين الدول الثلاث. برئاسة شكري وبوريل، انطلاق أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ. أمين عام حلف الأطلنطي يانس ستولتنبرغ يقول إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تستغرق سنوات. التاسعة مساء في القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية في شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، حيث أكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين الدول الثلاث بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم ويعزز من جهود العمل العربي المشترك في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة. من جانبهما، أشاد ضيف مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما رحب القادة بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بأخيه جلالة الملك الأردني ضيفاً عزيزاً على مصر، مشيداً سيادته بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك. كما عقدت قمة ثلاثية في مدينة شرم الشيخ جمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. تناولت القمة العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة. وأكد القادة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاث وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة. كما رحب القادة بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا المشتركة بما يعزز الجهود لحماية الأمن القومي العربي ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك والقضايا العربية وشعوب المنطقة. We'll be right back.
أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء ومواساة لشقيقيه الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان والسيد رياك ماشار النائب الأول لجمهورية جنوب السودان ولحكومة وشعب جنوب السودان، وذلك في وفاة وزير الري والموارد المائية السيد مناوى بيتر قاذكوث، داعيا الله عز وجل للفقيد بالرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والصلوان. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد قاذكوث كان إحدى قامات العمل الوطني المخلص في القارة الأفريقية، حيث أفنى حياته دفاعا عن قضايا وطنه، وكان شديد الحرص على دوام التواصل والعمل المشترك مع المسؤولين المصريين لتنسيق المواقف تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارات والجهات المعنية بما يحقق تدبير احتياجات القطاع الطبي من خلال آليات الشراء الموحد. وخلال اجتماع عقده لبحث إجراءات تيسير استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لفت مدبولي إلى أهمية الإسراع في توفير تلك الاحتياجات لتدبير متطلبات هذا القطاع الحيوي. كذلك تطرق الاجتماع لاستعراض الخطوات الجارية في إطار التعامل مع المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتنظيم إصدار الاعتماد للاستيراد من الخارج وأهمية دور البنك المركزي في هذا الصدد. أشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالمجهود المبذول في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس، حيث جرى استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2022 و2023. انتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022 و2023. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اعتزازه بالمشاركة الفاعلة من النواب الشباب بالبرلمان المصري على مدى يومين في المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. عقدت 4 جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب وممثلين لمنظمات المجتمع المدني والخبراء لمناقشة حالة تغير المناخ وتأثيرها على حقوق الإنسان والعمل البرلماني لمكافحة تغير المناخ والشراكة بين المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهرة تغير المناخ، وهو ما يمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً منفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الأمر الذي برهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي منظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المناخ. استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. خلال هذا اللقاء أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالدعم المقدم من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لشباب البرلمانيين، والذي ظهر خلال فعاليات النسخة 8 للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ. من جهته أشاد السيد دوارتي باتشيكو باختيار قضية تغير المناخ على جدول أعمال المؤتمر، مؤكدا ضرورة وجود خطوات ملموسة لحل هذه القضية الوجودية. استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سفير اليابان في القاهرة، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وخلال اللقاء ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بدور اليابان الحيوي في مجالات النقل والصحة والتعليم وغيرها من مجالات التعاون. من جانبه أشاد السفير الياباني بما تشهده مصر من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، لافتا إلى رغبته في تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية.
استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمكتبه وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط. خلال هذا اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة لا تدخر جهدا من أجل توفير التمويلات التنموية اللازمة لقطاعات الدولة المختلفة، في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة على سد الفجوة التمويلية للقطاعات والمشروعات التي تحتاج إلى تمويل، مضيفة أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من خلال شركاء التنمية. شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زكي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوية التخصصية لإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة غريب 8، والذي استمر لعدة أيام، وذلك في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة غريب 8، والذي استمر لعدة أيام، وذلك في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب عبد الحميد سيد أحمد مدير إدارة الحرب الكيميائية كلمة أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإدارة الحرب الكيميائية. تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف المستويات، والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشاركة بالمشروع. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة الحرب الكيميائية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور المستمر لمنظومة التأمين الكيميائي لتضاهي أحدث الأنظمة بكافة الجيوش المتطورة في ذلك المجال. كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إدارتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات، مشيدا بمنظومة العمل المتطورة داخل إدارة الحرب الكيميائية في الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية. وفي سياق متصل، تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة مركز التحكم الآلي للرصد البيئي والإشعاعي لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومعرضا يضم أحدث منظومات التأمين المتطورة في مجال الحرب الكيميائية والتي تخدم جهود التنمية الشاملة للدولة ودعم المجتمع المدني. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد عددا من مراحل المشروع تم خلالها عرض التقارير لكافة العناصر التخصصية المشاركة في المشروع أثناء مختلف المراحل. كما ناقش عددا من المشاركين بالمشروع في تنفيذ مهامهم وكذلك الأسلوب الأمثل لمواجهة المواقف الطارئة للتأكد من مدى قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستفادة من كل ما هو جديد في مجالات العلم والتكنولوجيا بما يسهم في الارتقاء بمنظومات التأمين الكيميائي للقوات المسلحة. قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة بالمناطق الجبلية في جنوب سيناء، حيث نجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 145 فدانا من مزارع نبات البانجو و59 فدانا من جوهر الهيدرو المخدر، وذلك بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظراً لطبيعتها الجغرافية. استمراراً لجهود قوات حرس الحدود لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء، قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية
بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة، حيث نجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 145 فدانا من مزارع نبات البانجو. و59 فدانا من جوهر الهيدرو المخدر، وذلك بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظرا لطبيعتها الجغرافية. كما تم ضبط 4 أطنان من نبات البانجو الجاف، و107 كيلوغرامات من جوهر الحشيش، و700 كيلوغرام من بذور المواد المخدرة المختلفة، ومصنعين للحشيش بمشتملاته، وكذا مكبس حشيش. كما تمكنت عناصر حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط لودر مخبأ بداخله 1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر. و20 لفافة من مخدر الهيدرو بإجمالي 8 كيلوغرام. وعلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي تم ضبط عربة بها 800 ألف قرص مخدر، وبندقيتين مختلفتين في الأعيرة، و21 لفافة بها مشغولات فضية بإجمالي 43.5 كيلوغرام. هذا وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع وتسعى إلى الإضرار بالأمن القومي المصري. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصر عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط عدد 473 عنصرا إجراميا بنطاق 22 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 289 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 56 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1171 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاشان، 142 بندقية، و104 بندقية آلية، و63 مسدساً، و860 فرد محل الصنعة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و130 خزينة، إضافة ل 1318 قطعة سلاح أبيض.
وترسيخا لمبدأ سيادة القانون. نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 590,616 حكما قضائيا، من بينهم 2,335 حكم جناية، 207,340 حكم حبس، و 299,005 حكم غرامة، و 81,936 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 32 متهماً قاموا بارتكاب 39 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 86 حادث ما بين قتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 136 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1555 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 1354 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يقرب من 7,250 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من بذور الخشخاش الأفيون وزنت 150 كيلوغرام، وكمية من بذور القنب البنجو وزنت 125 كيلوغرام، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 40.5 كيلوغرام، كما تم ضبط أكثر من 15 كيلوغرام من مخدر الأفيون، وضبط أكثر من 9 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 9 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 14,529 قرص مؤثر، و 19,566 قرص ترامادول مخدر، و 18,979 قرص كيبتاجون، و 1,300 قرص إكستاسي. كما تم إبادة 125 فدان منزرعة بنبات القنب البنجو. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 386 مليون جنيه. كما تم ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وكذلك تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. تحت رعاية رئيس الجمهورية تتواصل فعاليات مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد في مرحلتها 22. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 424 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 92.5 طن مواد غذائية وغير غذائية. أما في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط أكثر من 65 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 26.5 طن. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 610 قضايا، من بينها 67 قضية خبز ناقص الوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة التوريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 10 أطنان أقماح محلية.
في إطار التطوير الشامل الذي تشهده شبكة الطرق على مستوى الجمهورية والتي أحدثت انسيابية مرورية كبيرة على كافة المحاور، فقد تم رفع كفاءة طريق الإسكندرية مطروح الساحلي ليصبح 6 حارات مرورية للطريق الرئيسي و4 حارات للدعم من الكيلو 101 إلى الكيلو 156. كما تم إنشاء 9 كباري دورانات لتسهيل حركة السيارات دون اللجوء إلى التقاطعات المباشرة. كل كبري من كباري الدورانات مزود ب4 مطالع و4 منازل لخدمة الاتجاهين. قائد المركبة يسلك الكبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم أو الرئيسي، ليكون أمامه 4 اختيارات، إما منزل الطريق الداعم أو منزل الطريق الرئيسي في ذات الاتجاه أو الدوران، ثم يسلك منزل الداعم أو منزل الرئيسي في الاتجاه المعاكس. تم وضع لوحات إرشادية لتوجيه المواطنين إلى المطالع والمنازل الصحيحة، كما كثفت وزارة الداخلية من خدماتها المرورية لتحقيق الانضباط المروري وتوجيه قائدي المركبات إلى المسارات الصحيحة على طول الطريق. وتم تزويد الطريق بمنظومة كاميرات مراقبة ورادارات ثابتة ومتحركة لتحقيق الانضباط المروري وضمان الالتزام بالسرعات المقررة. وتهيب وزارة الداخلية بقائد المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور واللوحات الإرشادية على طول الطريق حفاظاً على الأرواح والممتلكات. انطلقت في لوكسمبورغ أعمال الدورة 9 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوسيب بوريل. عقب ذلك استؤنفت أعمال الدورة بعقد الجلسة العامة بمشاركة عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين لاستكمال النقاش حول مختلف ملفات التعاون. هذا وقد عقد وزير خارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء يأتي في إطار الأهمية والطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين الجانبين. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو حماية الروس في منطقة دونباس. وأضاف لافروف أنه لمدة 8 سنوات قامت وزارة الخارجية والدفاع بالاشتراك مع أجهزة الاستخبارات وبالدعوة إلى تطبيق اتفاقية مانسك التي تم الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتم إقناع جمهوريتي دوناتسك ولوهانسك الشعبيتين اللتين أعلنتا استقلالهما بالتوقيع على اتفاقية مانسك والتي تضمن وحدة وسيادة أراضي أوكرانيا. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تستغرق سنوات. أضاف ستولتنبرغ أن تزويد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة من شأنه أن يزيد من فرص تحرير منطقة دونباس من السيطرة الروسية. كان ستولتنبرغ قد أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع أن توافق قمة حلف الأطلنطي في مدريد في وقت لاحق من هذا الشهر على حزمة مساعدات لأوكرانيا من شأنها أن تساعد البلاد في الانتقال من أسلحة الحقبة السوفيتية القديمة إلى عتاد الحلف الذي يتسم بمواصفات قياسية.
أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن الوضع شمالي خاركاف صعب للغاية، حيث تحاول القوات الروسية الاقتراب لمعاودة قصف المدينة. وأوضح مستشار وزير الداخلية الأوكرانية أن روسيا تحاول جعل خاركيف مدينة على خط المواجهة، خاصة وأن المدينة تعد ثاني أكبر المدن الأوكرانية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن هجومها على مدينة سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا يمضي قدما، وأنها سيطرت على حي يقع على مشارف المدينة. أوضح المتحدث باسم الوزارة إيغور كونشينكوف أن صواريخ كاليبر طويلة المدى قد استهدفت مقر قيادة في منطقة دنبار وبيتروفسك، مما أدى إلى مقتل جنرالات وضباط أوكرانيين من وحدات منها هيئة الأركان العامة. قالت روسيا أيضا إنها قد دمرت 10 مدافع هاوتزر وما يصل إلى 20 مركبة عسكرية في مدينة ميكولايف الأوكرانية. كانت الدول الغربية قد زودت كييف بها خلال الأيام العشر الماضية. دمر قصف روسي استهدف مدينة سيريدينا بودا بمنطقة سومي الأوكرانية ما لا يقل عن 10 منازل حسب ما أفادت السلطات الأوكرانية. وأظهر تسجيل مصور بثته محطات تلفزيونية رسمية الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة، في حين قالت الداخلية الأوكرانية أن الهجوم قد وقع في الساعات المبكرة من صباح اليوم. التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مؤشرات أولية غير رسمية تظهر خسارة حزب ماكرون الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية في فرنسا. خسر التحالف الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية بحسب توقعات أعلنت في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، ويتوقع أن يحصل تحالف معا على 200 إلى 260 مقعدا، مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين. من جانبها قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية إن الحكومة ستتواصل مع جميع الأحزاب المعتدلة لإيجاد أغلبية في البرلمان بعد أن فقد ماكرون الأغلبية المطلقة بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية. يدلي الناخبون في كولومبيا بأصواتهم في انتخابات الإعادة الرئاسية، ويأتي تصويت الكولومبيين وسط استياء واسع النطاق جعل الناخبين يديرون ظهورهم للسياسيين الوسطيين وذوي الميول اليمينية الذين حكموا لفترة طويلة. ويحق لنحو 39 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم، لكن نسبة الامتناع عن التصويت تزيد على 40% في كل انتخابات رئاسية منذ عام 1990. اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين أن الركود ليس حتميا في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية مثيرا مخاوف من احتمال حدوث انكماش اقتصادي. وشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤ مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.5% في الربع الأول من العام، وتظهر بداية الربع الثاني أن التباطؤ سيستمر في بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والعقارات ومبيعات التجزئة. قال وزير النقل البريطاني إن إضراب عمال السكك الحديدية المزمع هذا الأسبوع خطأ فادح،
وأعلن أكثر من 50,000 من عمال السكك الحديدية الدخول في إضراب عن العمل أيام 21، 23، 25 من يونيو، وذلك ضمن نزاع حول تجميد الأجور وخفض الوظائف، فيما وصفته نقابة عمال السكك الحديدية والنقل بأنه أكبر إضراب في هذا القطاع منذ أكثر من 30 عاما. أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها الإمداد من الغاز في مواجهة انخفاض الإمدادات الروسية، وبما في ذلك زيادة استخدام الفحم. وقالت وزارة الاقتصاد أنه يجب استخدام كمية أقل من الغاز لتوليد الكهرباء، وبالتالي سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر. أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء ارتفاع معدل التضخم بنسبة 11.73%. من جهة أخرى، أعلنت شركة بتروبراس البرازيلية رفع أسعار الوقود، ما أثار غضب الرئيس جايبر بوليسونارو الذي يواجه إضافة لارتفاع معدلات التضخم في البلاد معركة انتخابية. يواجه اقتصاد البرازيل مشاكل بعد أزمة كورونا، إضافة إلى ضغوط التضخم التي تسببت بها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وإضافة للأعباء التي يواجهها الاقتصاد البرازيلي، أعلنت شركة بتروبراس البرازيلية شبه الحكومية للنفط رفع أسعار الوقود في البرازيل، مما أثار غضب الرئيس جاير بولسونارو الذي يواجه إضافة لارتفاع معدلات التضخم في البلاد معركة انتخابية. ويشكل ارتفاع الأسعار في البرازيل وخصوصا المواد الغذائية والوقود نقطة ضعف في حملة الرئيس، وفي تحد لظروف الاقتصاد البرازيلي أعلنت شركة بتروبراس، وهي أكبر شركات النفط في أمريكا اللاتينية، أنها سترفع سعر البنزين بنسبة 5.8%، والديزل بنسبة 14.26%، وذلك اعتبارا من اليوم. وعززت الشركة قرار رفع الأسعار إلى سيناريو ينطوي على تحد في البرازيل والعالم، في إشارة إلى الأزمة في أوكرانيا والتي أدت إلى رفع أسعار النفط في العالم. وسبق أن شهدت أسعار الوقود في البرازيل ارتفاعا العام الماضي بنحو 33% وفق أرقام رسمية، علما بأن أحدث رفع للأسعار حدث قبل 3 أشهر. هذا وبلغ معدل التضخم في البرازيل نسبة 11.73%، وهو أعلى بكثير من الهدف الذي وضعه البنك المركزي عند 3.5%. ورفع البنك المركزي البرازيلي معدل الفائدة الأساسي للمرة 11 تواليا، وذلك في محاولة لمكافحة التضخم. ناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022-2023، وشهدت الجلسة التأكيد على أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة أعدت في ظروف استثنائية في ظل أزمة اقتصادية عالمية، حيث حرص النواب على الإشادة بدور الدولة في مواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث بدأت الجلسة بإحالة قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة التعاون الفني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية أبو قير بمبلغ 600,000 يورو، وقرار رئيس الجمهورية بشأن منحة بين مصر والصندوق الكويتي إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. المجلس ناقش التقرير العام للجنة الخطة الموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023 ومشروع الموازنة العامة للدولة، حيث فتح رئيس المجلس باب المشاركة للنواب عقب عرض تقرير اللجنة. تزامن توقيت إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22-23 بأحداث وظروف استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي العالمي المضطرب الذي تتشابك تحدياته بين تداعيات جائحة كورونا والقدرة على التعافي منها
وبين موجة تضخمية غير مسبوقة تزايدت حدتها وتبعاتها السلبية في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، ليتأكد مجددا قدرة وصلابة الدولة المصرية أو الاقتصاد المصري على التعامل مع تلك الصدمات العنيفة وقدرته على تجاوز تلك الأزمات العاتية والعمل على تخفيف آثارها الشديدة على المواطن في مصر. فلولا تلك الإصلاحات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ عام 2014 والتي عززت قدرة الاقتصاد المصري لما استطاع الاقتصاد الصمود في ظل الآثار السلبية لجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتي طالت اقتصاديات دول العالم أجمع دون استثناء. أوافق من حيث المبدأ على الموازنة التي تم تقدمها من الحكومة وعلى التقرير المقدم من اللجنة. الحكومة من جانبها أكدت أن مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة للسنة المالية 2022-2023 أعدت في ظروف استثنائية في ظل أزمة اقتصادية عالمية، لافتة إلى أن حجم الاحتياط بمشروع الموازنة العامة الجديدة بلغ نحو 130 مليار جنيه مقابل 106 مليارات جنيه بموازنة العام الجاري. هذا ورفع رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة على أن تستكمل باقي المناقشات في جلسة قادمة. هذا وقد أجرى التلفزيون المصري لقاءات خاصة مع عدد من النواب الذين أشادوا بالدور الذي قامت به القيادة السياسية والحكومة في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا وتخفيف هذه التداعيات عن كاهل المواطن المصري. بقينا من حيث المبدأ على مشروع القانون، وده طبعا لأنه في ظروف استثنائية العالم كله بيمر بيها على وجه العموم وعلى وجه الخصوص الدولة المصرية بتمر بيها، لكن الحمد لله قادرين نواجه. أنا بشكر طبعا القائمين على إعداد مشروع الموازنة، بشكر لجنة الخطة والموازنة على تقريرها الأكثر من رائع اللي أثارت فيه مجموعة من التوصيات الهامة جدا. الموازنة العامة للدولة بنناقشها الآن طبعا بيتم وضعها في ظل مشهد عالمي مرتبك، في ظل أوضاع مالية واقتصادية غير مستقرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، لكن جميعنا يعني نثق في قدرة وحكمة القيادة السياسية المصرية، قدرة الدولة المصرية، جهود الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة التي استطاعت أن تعبر بنا من أزمات شديدة، عقبت الأوضاع المالية والاقتصادية التي عقبت حكم الإخوان، أيضا في ظل ظروف أزمة كورونا، نراهن على قدرة ومجهود الحكومة المصرية على تجاوز هذه الأزمة أيضا ومواجهتها. نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أولى ورش العمل في إطار الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، وخلال ورشة العمل التي تم تخصيصها لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل الوثيقة، استعرض مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات أسامة الجوهري المحاور الأساسية للوثيقة وأهدافها وأهم الآليات والمعايير التي تم الاعتماد عليها خلال مراحل إعدادها، بالإضافة إلى توضيح أهم القطاعات الاقتصادية التي ستشهد إبقاء الدولة على دورها فيها أو تخرجها منها خلال السنوات الثلاث المقبلة. تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها بمركز أبو قرقاس جنوب محافظة المنيا، حيث يجري العمل في تنفيذ 457 مشروعا، وذلك بنطاق 19 قطاعا خدميا بقرى المركز. هذا وأعرب الأهالي عن بالغ سعادتهم لتنفيذ تلك المشروعات التي تضمن حياة كريمة للمواطنين، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق تلك المبادرة والتي تهدف لتوصيل كافة المرافق والخدمات بمختلف القطاعات الخدمية ولكافة فئات المواطنين. نظمت جامعة طنطا قافلة طبية بمركز قطور بمحافظة الغربية. أوضح رئيس جامعة طنطا دكتور محمود ذكي أن القوافل الطبية تجوب قرى مراكز المحافظة، موضحا أن قافلة اليوم تأتي بالتعاون مع وزارة الشباب لتقديم الرعاية الطبية إلى الأسر الأولى بالرعاية، وقد شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل513 حالة من أهالي القرية.
سلمت محافظة أسوان 5 منازل بقرية غرب أسوان ضمن المرحلة الأولى بإشراف مؤسسة حياة كريمة. يأتي ذلك احتواء لتداعيات السيول، خاصة بعد إدراج قرية غرب أسوان ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة من بين 39 وحدة محلية قروية و116 قرى توابع و380 نجعا وكفرا وعزبة تشمل جميع قرى مراكز المحافظة. بيتنا كان انهار من السيول، وسيادة الرئيس تكرم وجاء عندنا شاف الوضع في قرية غرب أسوان وبنانا البيت حياة كريمة. ولله الحمد ولله الحمد، طبعا كان فضل من عند ربنا ونعمة. الرئيس كرمنا بزيارته السعيدة لقرية غرب أسوان، وهو قال أنا أي حاجة بعملها ده من خير مصر. هي طبعا فضل من عند ربنا أولا ومن خير مصر، وربنا يخليك يا سيادة الرئيس. والآن مشاهدينا نتحول إلى جولتنا الاقتصادية، نتابعها مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا ريهام الديب وشكرا آيل كفوري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال لنشرة التاسعة، نتابع فيها. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالجهود المبذولة لدفع أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط. جاء ذلك خلال لقاء عقده مدبولي مع وزير البترول طارق الملا، وذلك لمتابعة جهود تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي فيما يخص عددا من ملفات العمل وكذا المشروعات التي تنفذها الوزارة في قطاع البترول. كما اطمأن رئيس الوزراء خلال الاجتماع على توافر المنتجات البترولية المختلفة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول الإماراتية منصور آل حامد، وأكد وزير البترول في هذا اللقاء عن استعداد قطاع البترول لتعميق الشراكة مع الشركة الإماراتية التي تتطلع لضخ استثمارات جديدة في عدد من المجالات وتنويع استثماراتها في قطاع البترول. من جانبه أكد رئيس شركة مبادلة للبترول أن مصر دولة واعدة وزاخرة بالفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والبترول والغاز، مضيفا أن الشركة تتطلع لزيادة ضخ استثماراتها في مصر. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات الرئيسية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تراجع بضغط من مبيعات المتعاملين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجيكس 30 عند مستوى 9866 نقطة، وأغلق عند 9728 نقطة منخفضا بنسبة 41%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 عند مستوى 1854 نقطة، وأغلق عند 1820 نقطة متراجعا بنسبة 1.8%. كما فتح مؤشر إيجيكس 100 عند مستوى 2738 نقطة ليغلق عند مستوى 2693 نقطة منخفضا بنسبة 1.6%. قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير، والذي يعتبر قانون للنفط والغاز في إقليم كردستان العراق، غير دستوري وسينفذ باستخدام كل الأدوات القانونية والشرعية. كانت المحكمة الاتحادية قد اعتبرت في فبراير الماضي أن قانون النفط والغاز والذي ينظم صناعة النفط في الإقليم غير دستوري، وطالبت السلطات هناك بتسليم إمداداتها من الخام للحكومة الاتحادية. انتهت هذه الجولة مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نعود لاستكمال ما تبقى في نشرة التاسعة مع ريهام وآية. شكرا لكم مصطفى.
تسبب حريق في غابة بمكان قريب من برلين في إحراق أكثر من 200 هكتار، وهو ما تسبب في طلب السلطات للمزيد من المروحيات لتعزيز مروحية تابعة للجيش تواجه النيران. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حوالي 500 من رجال الطوارئ قد انتشروا وسط محاولة للسيطرة على الحريق الذي ساعدت على اشتعاله الرياح العاتية، مما دفع السلطات لإطلاق عملية إجلاء. في إسبانيا يواصل رجال الإطفاء إخماد العديد من الحرائق، حيث بدأت موجة حر استثنائية شديدة ومبكرة بالانحسار. وقد أتت أكبر حرائق الغابات هذه على أكثر من 25 ألف هكتار من سلسلة جبال سيارا دي لا كولابرا على الحدود مع البرتغال وفقا للسلطات الإقليمية. ذكرت السلطات الهندية أنه تم استدعاء قوات الجيش لإنقاذ آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات العارمة التي اجتاحت شمال شرقي الهند وبنغلاديش. وفي ولاية أسام الهندية لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات، حيث غمرت المياه منازل مليوني شخص وفقا لوكالة إدارة الكوارث الحكومية. أعلنت السلطات المحلية في الصين مصرع 4 أشخاص وفقدان شخص آخر جراء هطول أمطار غزيرة على جزء من منطقة ذاتية الحكم. هذه المنطقة التي تقع في تشوانغ بجنوب الصين. المزيد في سياق هذا التقرير. عواصف شديدة اجتاحت مناطق شاسعة من جنوب الصين، مما أدى إلى حدوث فيضانات في المدن وانهيارات طينية في المناطق الريفية مع وصول الموجة الأولى من الأمطار الصيفية إلى ذروتها. الشوارع تحولت إلى أنهار وجرفت المياه السيارات والمنازل ذات الطابق الواحد في مقاطعتين على الأقل، وذلك في إقليم قويتشو بجنوب غرب الصين، حيث كان هطول الأمطار في بعض المناطق هو الأشد منذ 60 عاما. وتاريخيا الصين عرضة لفيضانات الصيف، ولكنها أصبحت في الآونة الأخيرة أكثر عرضة بسبب إزالة الغابات واستصلاح الأراضي الرطبة وتخزين المياه لتوليد الطاقة والري، ويعد تغير المناخ أيضا من تلك الأسباب. وتتسبب الفيضانات السنوية خلال موسم الأمطار بالصين في حدوث فوضى وجرف طرق ومحاصيل ومنازل، لكن التهديد تفاقم على مدى عقود، ويرجع ذلك جزئيا إلى البناء واسع النطاق للسدود والحواجز التي قطعت الروابط بين الأنهار والبحيرات المجاورة. وكانت العواصف الصيفية المبكرة أكثر حدة وأطول أمدا من المعتاد هذا العام، حيث بلغ هطول الأمطار في جوانغشي وجوانغدونغ وفوجيان أعلى مستوياته منذ عام 1961. وفي يوليو من عام 2021 لقي مئات الأشخاص حتفهم، حيث اجتاح فيضانات شديدة مدينة تشينغتشو التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة في وسط الصين، غرق بعضهم في خط مترو أنفاق غمرته المياه. هيئة الأرصاد الجوية قالت إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار حتى أوائل الأسبوع المقبل، لكنها ستنحسر في الجنوب قرب الانقلاب الصيفي. والآن نتحول إلى أخبار الرياضة. مرة أخرى نعود إلى مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا ريهام وشكرا آية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في جولة من أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا.
انتهت الآن مباراة الأهلي والزمالك، وفي مباراة مؤجلة من الجولة 20 من الدوري الممتاز، وتشير نتيجة اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما لكلا الفريقين. للمزيد مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا مباشرة من القاهرة مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، بعد مساء الخير، أطلعنا عن يعني أهم الأجواء لديك. كانت مباراة ماراثونية وخرج الفريقان بالتعادل في هذه المباراة المؤجلة. نعم مصطفى، تحية لك. بالفعل منذ لحظات يعني أعلن الحكم الإسباني الذي أدار المباراة اليوم لقاء القمة 24 بعد 100 بين فريقي الأهلي والزمالك، أعلن نهاية المباراة بعد مباراة ساخنة أدى فيها كلا لاعبي الفريقين مجهودا كبيرا، وأيضا الجماهير يعني كان هناك حماس كبير وأعربوا عن رضاهم لأداء الفريقين سواء للأهلي أو الزمالك. بدأت المباراة بهدف أحرزه محمد شريف في الدقيقة 11 لنادي الأهلي، وفي الشوط الثاني تمكن اللاعب أشرف بن شرقي لاعب الزمالك من إحراز هدف التعادل الأول في الدقيقة 67، وأحرز بعده لاعب الزمالك أيضا محمود شيكابالا الهدف الثاني لفريق الزمالك في الدقيقة 75، ليتمكن مرة أخرى لاعب الأهلي صلاح محسن من إحراز هدف التعادل لفريق النادي الأهلي في الدقيقة 79، وبالتالي انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي لكلا الفريقين بهدفين لكل منهما، وبالتالي يحصل كل فريق على نقطة واحدة، وما زال فريق الزمالك متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، ونادي أو فريق الأهلي برضو أصبح حصل على نقطة واحدة بعد أو عقب هذه المباراة لقاء القمة 24 بعد 100. وبالنسبة للأجواء مصطفى، أيضا كانت هناك يعني أجواء حماسية جدا في متابعة هذه المباراة، يعني الجمهور حجز مقاعدهم منذ بدء المباراة منذ حوالي ساعتين أو أكثر لمتابعة هذا اللقاء المثير الذي يثير جماهير الكرة المصرية في الشارع. إليك يعني مصطفى. بالطبع أحمد، طبعا كل الشكر والتقدير لنقلك لهذه الأجواء، ودائما ما تتميز مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك بالروح الرياضية. على كل أحوال شكرا جزيلا أحمد، وهذه النتيجة ترضي جميع الأطراف ما بين قطبي الكرة المصرية. توج المنتخب السعودي الأولمبي بلقب بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عاما لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على نظير منتخب أوزبكستان بهدفين نظيفين في المباراة النهائية للمسابقة. سجل هدفي المنتخب السعودي كل من أحمد مازن الغمدي وفراس البريكان ليحرم منتخب أوزبكستان من لقبه الثاني في هذه البطولة. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن ضم كالفين رامزي الظهير الأيمن لنادي بردين الاسكتلندي، وأوضح ليفربول أن اللاعب صاحب 18 عاما وقع عقدا مع النادي يمتد لخمسة مواسم مع الفريق، حيث سيرتدي القميص رقم 22. فازت التونسية أنس جابر بلقب بطولة برلين للتنس، وجاء تتويج أنس عقب انسحاب منافستها السويسرية بلندا بانسيتش بعد 11 دقيقة من اللعب في المجموعة الثانية بسبب إصابة في القدم. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا، نعود لاستكمال ما تبقى من جديد مع ريهام وآية. شكرا مصطفى. تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل حسن حسني والذي ولد عام 1931 بالقاهرة. قدم النجم الراحل خلال مسيرته مئات الأعمال الفنية التي نجح من خلالها في حفر اسمه وسط نجوم الفن المصري. We'll be right back.
والآن مع أخبار الطقس في نشرة التاسعة نعود فيها مرة أخيرة إلى مصطفى ميزان. شكرا من جديد آية وشكرا ريهام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا وجولتنا الثالثة والأخيرة لهذه النشرة نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس معتدل على كافة الأنحاء. وهذه مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22، يكون الجو فيها حار في الإسكندرية 29 22، مائل للحرارة في مطروح 28 21، مائل للحرارة أيضا في بورسعيد 29 22، مائل للحرارة في الإسماعيلية 35 22، يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 34 والصغرى 22، يكون الجو فيها حار. في العريش 28 21، مائل للحرارة في طابة 34 24، يكون الجو فيها أيضا حار. في شرم الشيخ 36 28، يكون الجو حار. في الغردقة 36 27، يكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 42 والصغرى 26، ويتميز الجو بشدة الحرارة. في أسوان 42 أيضا 27 شديد الحرارة. في الوادي الجديد 39 26، يكون الجو حار. في شلاتين 38 25، يكون الجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 34 27، يكون الجو فيها حار. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع اللقطة الأبرز لليوم. إلى ختام نشرة التاسعة ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء.
الرئيس السيسي يعقد قمة ثلاثية مع أهلي البحرين والأردن بشرم الشيخ، ويؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون البناء بين الدول الثلاث. برئاسة شكري وبورال، انطلاق أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. أمين عام حلف الأطلنطي ينس ستولتنبرغ يقول إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تستغرق سنوات. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الإخبارية من التاسعة.